تعرفوا على عادل. معك كان عادل أزعور وليد 48 عمر 72 سنة، وراح أخبركم شو السر جبيئي لحد هلا أنه أنا بصحتي بالطبيعة. عادل مثل كتير ناس تقاعد بعد ما خلص تعليم بالمدرسة الرسمية. الشاب أكله والتجاعيد مليت وجهه وإيديه والتعب أنهكه. وبتعرفوا بهالمرحلة كتير من الناس بيفوتوا بحالات اكتئاب وتعب ومرض، بس عادل فعليا ما قبل تنتهي حياته لما تقاعد، وبلش حياة جديدة من المشي بالطبيعة. يعني تصور أنا عادل أزعور مثلا بلشت بالمشي فعليا بعمر 50 سنة، يعني كل العالم بيقولوا فكرني أنه والله صار من بداية طفولتي أو أول شبابي كنت أمشي. لا يا قلبي، يعني هلا 22 سنة راس. طلع على الجبال، نزل على الوديان، اكتشف الجرود وصار مرشد بيئي جبلي بمنطقة الشمال. وهلأ بعمر 72 صارت الطبيعة والمشي جزء أساسي من حياته اليومية. يعني إذا بدي أحسبهم ما في غير الرعيين ماشيين أكثر مني، يمكن كان بيرمي الكرة الأرضية عم لفف داير من دور. بشكر الله أنه عطيني الصحة فعلا. لما بلشت أطلع على الطبيعة وأتعلم على دروب المشي، كان عادل أول حدا عم يمشيني معه بهيدي الدروب. هو اللي علمني حب الطبيعة، هو علمني أنه دروب المشي لازم تكون أنت عم تحبها من جوا حتى تقدر تفهمها وتعرف كيف تمشي عليها. الأكثر شيء شغلي اللي فادتني فيها هي أنه بيشد الجسم. يعني اليوم بعمر 70 مثل واحد يوم مرتخي يوم شطشط أو حالته صحية كذا دواء عم ياخذ وغيره، هيدي عملت لي ستوب للأدوية. يعني ما بقى في دواء لي غير الطبيعة. أنا هلا قاعد بالبيت انتهيت، بنتهي صفر صفر. يعني بده مين يحملني ويشيلني، وهلا إن شاء الله متابعين نحن وهالمحبين بهالطبيعة. بس عادل بيمشي أكثر مني ومنكم بالعشرين والثلاثين كيلو بقلب هالجبال وبقلب هيدي الجرود. يعني حب الطبيعة مغروس جواته. أنا ما بحب الطبيعة، صرت عاشق لها. ما حدا بيصدق وقت بوصل في الزيبات ببكي بغمرها وببوسها، بغمرها هيك للزيبة وببوسها شيء ما معقول. يعني انتقلت من مرحلة الحب لمرحلة العشق. يعمل لك مرور بكون لوحدي بحكيها للشجرة لو بحكيها هيك. المرة وصلت على شجرة شوحة صغيرة يخرب بيتي، قلت لها معقول يا قدالي انت غمرت هيك صرت ببوسها؟ قلت لها المرة الجاي ان شاء الله مليكي صبية حدالي إذا ما شفتك أنا الجيل اللي بعده. وبروق بالشجر لك بمحمية أهدين في عند عين النعصة في شجرتين، شجرة شوح وشجرة أرز باراليلايكا. صار 10 سنين برؤبون يا زلمة، 10 سنين مين غيري حيرؤبون؟ ما حيجيب بيها لحدين. والهلا هيدي بتسبق هيدي، هلا سنت الجاي بلاقيها يمكن طويلة 10 سنطة عن هيديك. بالمدارس الرسمية وغيره يعملوا لها رحلات، روح على بيت الدين، روح على جعيتة، روح على بعلبك. إنه هذا لبنان إحنا كنا نعرفه. لا يا قلبي لا، لبنان كل خطوة بتدعسها أنت بإجرك، كل خطوة بتدعسها، هذا هو جمال لبنان. وكل بلعة مي، كل كرعة مي بتكرعها من الجرد من العين، هذا هو لبنان الحقيقي، هذا هو. وكل قاعدة تحت الزيبة وتحت أرزي، هذا هو لبنان. بلا ما تقعد بالمقاهي، بلا ما تحمل الأرجيلة، طلع مشي بدك تتعرف. بدعي الناس أنه كل واحد بيلحق الطبيعة. العمر مانو شي رقم بالحياة، ولا أكثر ولا بيقدم ولا بيأخر نهائيا. فعليا عادل بيثبت لنا أنه العمر ما له كتير معنا، وإذا كنت بدك تحقق شي فيك تحققه إذا كنت شاب أو كنت كبير بالعمر. والصحة مهمة كتير حافظ عليها بأي نوع من الرياضة، بس الأهم الصحة النفسية.